بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله بارك الكوري، أنا من كوريا الجنوبية. أنا كنت مسيحي قبل، منذ ولدت في عائلة مسيحية، ثم أسلمت تقريبا قبل 10 سنوات الحمد لله. اليوم لدي خبر مهم جدا، وهو مشروع نشر الإسلام في كوريا، اسمه كي إسلام بروجكت. كانت زوجتي مريضة جدا، هي كانت حاملة، لكن عشان صحتها أصبحت ضعيفة ذهبت مستشفى ومات بيبي في بطنها. أنا أيضا معها في مستشفى وقت طويل جدا. أنا كنت مريض وصوتي أصبح سيء جدا، يؤلمني كثيرا، وأنا في المستشفى فكرت كثيرا عن الحياة، الهدف في الحياة، ماذا ستفعل في الحياة. فممكن أنا إذا لدي طفل طبعا سأحبه سأعلمه، ولكن ممكن الله أعلم أنا بس أركز عليه فقط، لكن الله أعلم. الله يريدني أن أهتم أكثر بالناس مش بس طفلي. فهكذا يعني فكرت، الله يعرف ما هو أفضل لنا. فقررت أن أساعد الناس، أساعد المسلمين وأساعد غير المسلمين في كوريا. كثير من الكوريين أصلا ما يعرفون عن الإسلام أغلبهم، فلابد أن أساعدهم، هذا واجبنا، هذا هو هدفي في حياتي، هذا هو ما فكرت عن مشروع نشر الإسلام في كوريا. زي ما أنا كنت أريد أن أعلم طفلي كل شيء، سوف أنشر الإسلام وأنشر العلم اللي ينفع للناس. وإذا قدمتم دعما منتظما عبر بترون أو عبر الانتساب في القناة، فيمكنني الاستمرار في هذا العمل العظيم، وهذه ستكون أفضل صدقة جارية إن شاء الله، لأن نشر الدين ونشر العلم الشرعي والتعليم من أعظم العبادات. كما ترون على الشاشة، هذه القناة هي القناة الرسمية على اليوتيوب من أجل الدعوة. هنا يوجد الانتساب، إذا تريد تدعم عملنا اضغط الانتساب. وهذا بترون وهذا بايبال. في كوريا تتركز المساجد حول العاصمة سيول فقط. معظم الكوريين الذين يعيشون خارج العاصمة لا يتلقون أي مساعدة، لكن لدينا الإنترنت ويمكننا استخدام اليوتيوب لتوفير المحاضرات الإسلامية. لقد أنشأت قناة إسلامية على اليوتيوب للكوريين باللغة الكورية، وأساعد العديد من الكوريين، أعلمهم العقيدة الصحيحة والقرآن الكريم والحديث والتفسير وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. كل شيء ما كنت أريد أن أعلمه لطفلي سوف أعلمه للكوريين إن شاء الله. أنا كل يوم أتواصل مع الكوريين وأعلمهم الإسلام عبر بث مباشر على اليوتيوب. هذا العمل حقا مهم جدا، فأرجوكم لا تستسلموا في دعمي، وأنا لن أستسلم أبدا في نشر الإسلام في كوريا. سأعمل بجد وسأستمر في هذا العمل حتى أموت إن شاء الله. طبعا أهم شيء هو النية الصالحة والعمل بالإخلاص. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.